أكدت منظمات الصحة العالمية في تحديثها الوبائي الأسبوعي أن متغير دلتا لكوفيد 19 الذي تم تحديده لأول مرة في الهند قد رصد بالفعل في 96 دولة، أي بزيادة 11 دولة مقارنة بالأسبوع الماضي. وأبرزت منظمة الصحة العالمية أن متغير دلتا الذي يشار إليه أيضا باسم المتحور المزدوج لأنه يحمل طفرتين يعتبر أكثر قابلية للانتقال بنسبة 55% من متغير ألفا الذي اكتشف في البداية في بريطانيا، وسيصبح قريبا السلالة المهيمنة لفيروس كورونا على مستوى العالم. من جهة أخرى، وفي دراسة حديثة أجريت في اسكتلندا، تمت الإشارة إلى أن معدل الدخول إلى المستشفى المرضى المصابين بمتغير دلتا كان أعلى بنسبة 85% من أولئك المصابين بمتغير ألفا.